الفريق هو الفريق من الجانب الفني، تسمى بشهادة الجميع فريق مليح لا بأس به. واش هو يعني نوجه رسالة للإداريين، كما يقولوا الفريق اللي يلعب كما صرح رئيس النادي بطولة وكأس ما لازمش يلعب كرة جميلة، لأن نشوفوا اللي يلعبوا في الشامبيونات تاعنا الكرة جميلة كما نقولوا حنا الثورة لامسيو بارادو، هادو ديما يكراسيو سانكيام سيزيام. ولهذا لا كان حابين تسمى نحطوا البطولة والآخر كهدف، لازمنا نجيبوا دي جوار كبار وما نعتمدوش على اللعب النظيف تاع الاولاد الصغار. جيه صح، لانه بهذا القانون هذا تاع لازم كما يقولوا حنا لي باس سانيتير، الانصار تاعنا على بالي راح يكون عزوف كبير في المدرجات. واش هو لازمنا تاني نضحيو ونديرو كما يقولوا حنايا دو زونا، نلبيو مطلب السلطات اللي هي باش لقحوا بكل، وميم طون لازمنا نضحيو باش نتفرجوا الفريق اللي افتقدناه بزاف ولينا ما نعرفوش عليه حوايج بزاف. بالك يكون هذا القرار هذا محفز باش نلقحوا ونشوفوا الفريق تاعنا هذا العام. والله يعني امون افي انني بعيد شويه درك على المدرجات، بصح هذا المنبر الوحيد بدون مجامله كي نحب نسمح حاجه مصدوقه وموثوقه نروح طول لهاد مالغري كاين تاني واحد الصفحات هكا، مي ساعه ساعه هكا اخبار متعدد ديبات، نقول خبر هكا غدوه تلقاه غلط. هذا موقع رسمي وواقفين عليه ناس، وبالاخص زيدوا نعرفوهم كيما نتوما ناس ثقه فيك بركه. والله يعني هي حاجه مليحه، يعني انا كمناصر تسمى شباب قسنطينة حاجه مليحه، وحنا ماذا بينا ثاني دوك نديروا التلقيح باش ندخلوا المدرجات ونصروا الفريق تاعنا هذا، ودي ماهيش حاجه تسمى في فايتنا وفي فايت المجتمع كامل هذه، تسمى يعني الله يبارك حاجه مليحه. وماذا بينا ندخلوا هنا للسطاد، حنا ليسونسي حنا ندخلوا نشوفوا السياسي حنا في التلقيح ولا بلا تلقيح، حنا هذه هي نحوس عليها. راكم تشوفوا راكم تواصلوا تاخذوا الاخبار تاع الفريق من اين؟ صفحات من مواقع من؟ والله يعني من كل من المواقع يعني الرسميه تاع النادي الرياضي القسنطيني، عندنا من عندكم انتوما بعد، يعني سيرتو انتوما بوكو بليس نتبعوكم بزاف باسكو تمدوا لنا الصح ما تكذبوش علينا. نتبعوا ثاني من مواقع ثاني تاع التواصل الاجتماعي، وحنا نطلبوا من الانصار ان شاء الله ما يقلقوا الناس على ليكيب هذه بربي ان شاء الله هي حاجه مليحه. تسمى نادي الدوبي تاع الشامبيون مازالوا لي ماتش بزاف ان شاء الله، وربي ان شاء الله عندنا فرقه مليحه يكون فيها خير ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم، هنا اخويا انصار شباب قسنطينه النادي الرياضي القسنطيني، نتمنوا اخويا راه علينا الوباء هذا باه نوليو نتفرجوا الفريق تاعنا، والبروتوكول هذا الصحي شويه واعر علينا احنا في الدول هذو شويه ولا غالب ما نقدروش. احنا مع التلقيح مع التلقيح بصفه عامه، بصح دخول الملاعب شويه صعيبه بعد في بلادنا هنا شويه واعره الحاله، وحنا نتمناو نشوفوا الفريق تاعنا، عندنا عامين ما شفناش، وشي هو البروتوكول الصحي هذا صعيب علينا شويه هنا. مستقبل تاع الفريق شويه احنا ما كنا نتمناو خير من هيك، هو قاعد يتحسن بارابور العام اللي فات واللي قبله، بصح نتمناو خير من هكا. ياسين نتكلموا معك كمناصر لنادي الرياضي القسنطيني، الرابطه وضعت بروتوكول صحي باش تدخلوا العوده للمدرجات، هل سنراكم بقوه في المدرجات؟ نعم ان شاء الله سنعود بقوه للمدرجات، و بروتوكول صحي ولا الفاكس ولا التلقيح مش غيكون حاجز لينا، ونلقحوا ونساندوا الفريق تاعنا بكل قوه. نتمنوا الانصار ياتيوا كالعاده بيت كما مع الفريق بقوه. بينا نعاودوا المدرجات ديروا التلقيح باش نعاودوا نتفرجوا الفريق تاعنا، عندنا بزاف توحشناه باش نعاونوه منا نساندوه. باينه هي لازم علينا نديرو التلقيح باش نعاودو نتفرجو الفريق تاعنا، لازم علينا بوك نديرو التلقيح باش نعاودو نتفرجو. ان شاء الله يا اخي. لا ماهوش عايق ماهوش عايق، تسمى البروتوكول الصحي هو كيما نقولو حنا راهو في صالحنا لصحتنا قبل ما يكون الاستاد، ورجوع للفريق رانا توحشناه
رانا عامين كيما انا عبد لله العبد الضعيف اللي قدامك 12 سنه ما شفتهمش كي جيت باش نشوفهم زاد حكمت علي لا كورونا قالك ما تشوف والو طلعت درك لونطريمون حوزوني ماذا بينا اخويا بربي ان شاء الله ونرجعوا بقوه وان شاء الله ربي يرجع الفريق تاعنا ويرجع بقوه اون فا طابي اون فورس ان شاء الله اون فا طابي اون فورس اون فا بارتيغ لوان حنا ما عندناش صحاب المصالح ولا كذا حنا المهم تاعنا الفريق تاعنا يلعب من حوسه اللي يربح اللي يطلع اللي يدا اللي ما داش حنا بربي ان شاء الله نطبقوا البروتوكول الصحي تاعنا ونصروا الفريق تاعنا ونكملوا معاه واللي فيها الخير يجيبها يا ربي. والله العظيم هذه نشكر الحكام في المقابله الاولى نشكر الحكم تسمى قصرنا الى كاسي لي جو تو سامبلومون جات لا كوفرون تاع ديب هذيك ومن بعد كان ما خلاش لافونتاج اللي تي لافونتاج بالحول اللي تي فاسو كارديان il peut le taper il va marquer il va on va galérer on va être très heureux quoi مي بصح هما على حاجه ما تساعدهمش حنا شفنا الحاكم تاع المقابله تاع الشباب باتنا شباب بالوزداد سبحان الله بيناتي ما كانش وقبل ما يمركيو او طاح واحد جوار تما وكان راح يسيفري اوتوماتيكمون البالو زرب خرج حنا ما كانش مشكل فريق تاعنا مارفين حنا وراس محاين حنا مبكري وحنا يسرقونا التشكيله تاعنا والله عندنا تشكيله مليحه اقسم بالله وشي حنا نطلبوا من المدرب هذا يكون قد المسؤوليه هي شيا ما تقولش عندي ضغط ما تقولش اني عندي ضغط الحاجه اللي تقولها نطلب انا كيما نقولوا حنا ما تقولش اني عندي ضغط خاطر مع شباب قسنطينه بكري فيه ضغط ودرك ما كان والو حنا نحبوا ولادو يطلعوا يبانوا عندنا فونجونتر بورجدري كيما مديت بالحول دي ماتش مد بورجدري مد الطمين انا غينا بيرد كي ريسك ريان ورا ريان وان شاء الله ربي يوفقكم وربي يوفق الفريق تاعنا والي ليفر السلام عليكم. التلقيح انا لقحت انا ولقح صاحبي عندنا واحد شهرين ملي لقحنا الاولى والثانيه وراني الانصار تاع شباب قسنطينه اللي يجيو عندي الخليفه كامل نديهم يديروا التلقيح باش يعاودوا يدخلوا المدرجات. التلقيح هذا درته عن طيب خاطر درته عن قناعه اخويا درته عن قناعه لا درتو عن قناعه ودرتو ثاني كي سمعت باللي الوزير الشباب والرياضه حضر في التلفزيون قال لك نفتحوا المدرجات للانصار رحت درت اخويا الفاكسا وسديت صاحبي ثاني دار معي الفاكسا وبربي ان شاء الله باش من السبت هذه نبداو ندخلوا للمدرجات ونصروا شباب قسنطينه كما كنا بكري وتوحشنا العوده تاع المدرجات وحنا كبرنا في المدرجات ونحبوا السياسي. الانطلاقه تاع شباب قسنطينه انا بور موا نعتبرها سلبيه. علاه؟ لانه المقابله الاولى شفنا اللعب تاع شباب قسنطينه وشفنا اللعب تاع مولوديه وهران. شباب قسنطينه شفناهم يلعبوا كره قدم كما نقولوا حنا عصريه. خصنا اللمسه الاخيره هذيك اللي قدام المرمى. هذاك هو النقطه السلبيه في شباب قسنطينه. زدنا لعبنا المقابله الثانيه في ملعب 20 اوت بالعاصمه وشفنا اللعب تاع شباب قسنطينه شفنا برومي ميطون البالو يمشي في الارض كرينا لي زوكازيون ماركينا سيطرنا على المقابله مالوروزمون ثاني الحكام دائما نلقاو احنا المشكل تاعنا في الحكام تاع المقابلات ضربه جزاء خياليه صفرها لهم عطالهم لي كوفرو عطالهم حنا عطانا وي كارتو جون اللي جوار تاعنا يكسرنا في اللعب وشي انا لحسن بور موا انا شباب قسنطينه قنع باللي عندنا فريق محترم وفريق لاباس به وفريق راه يقول عنده كلمته في البطوله العام 2021 2022 مقابله ضد نجم مقرا مقابله راح تكون صعبه. علاه؟ لان نجم مقرا شفناه يلعب كره قدم وعنده الكتله يتكتل في الدفاع يلعب لا ديفونس بزاف
واش هي احنا بربي ان شاء الله مع انا نهضر على روحي. المدرب هذا ماهوش تاع شباب قسنطينه، هذا مدرب بان بلي ماهوش، ما عندوش كيما نقولوا احنا ما عندوش اللمسه تاع يغير لك المقابله. ما شفناه، مازال ما شفتهاش انا في المدرب هذا. واش احنا نتمناو الخير لشباب قسنطينه، وان شاء الله العوده تاع الانصار المدرجات راح تكون في الخير على شباب قسنطينه، وحنا ومع السياسي رابحه ولا خاسره وفي السياسي ديما. ويعطيكم الصحه وبارك الله فيك. انا مناصر شباب قسنطينه، راني فرحان، راني فرحان كي حلونا ملاعب الجزائريه، ونشكر وزير الشباب ونشكر وزير الشباب والرياضه، ونشكر شباب وزير الشباب والرياضه اللي حل لنا الملاعب. انا ني فاكسينيت، ونطلب وصاحبي ثاني فاكسينه، ونطلب من انصار شباب قسنطينه يساندوا الفريق بقوه وبروح رياضيه. والمهم السياسي رابح رانا معاه، خاسره رانا معاه، السياسي واللي فارو ديما السياسي. احنا يا مناصرين شباب قسنطينه نحبوا السياسي كونتر على مولوديه قسنطينه، وتحيه السياسي وديما السياسي مولوديه قسنطينه. السياسي احنا علي ليفر، علي ليفر.